First prep. Welcome back. أعزائي في الأول إعدادي، أهلا برنامجنا مدرسة على الإنجليزية. Last episode revision. يعني مع بعض sample revision. So we are going first. أول وحدة عندنا facts and figures. يعني الحقائق و figures كمان بمعنى يقدر اقول عليه فيجر، لكن هو كان عندنا اسمه مسج اباوت ايجيبت وحقائق عن مصر. هناخد دلوقتي مع بعض الباسج وهناخد جزء من الاستراكشر. عن ايه الاستراكشر اللي احنا هناخده؟ عن الادجكتيفز اند الادفيرب. اوكي ليتس ستارت اور يونت. ميد ان ايجيبت، الباسج بتاعتنا اسمها ميد ان ايجيبت. The ancient Egyptians يعني القدماء المصريين were the first to do many things، كانوا الأوائل في إن هم يقوموا بأشياء كتيرة جدا. الإسكندرية. Alexandria was the world's light، الفنار في إيه في العالم. It was up 100 BC before the ancient Egypt in 100 بلاد before Christ. خلي يعني الأحجار الكريمة الزجاجية. اوكي it's from and discuss now salt and plant the man studied the sun stars هم اللي درس علشان the days a year يعني ايام invented the هم اللي احنا عارفين منها الايام and taught توت الباست بتاع تيتش. تيتش يعني يعلم، توت يعني علمه، هم اللي علمونا دي الرمليه بيبقى فيها ساعه كده عندك على many years before 140 بابايروس. اخر موجود على جنب هو البابايروس اللي هو ورق بابايروس فور. تبقوا انتوا عارفين الكلام ده، واخدينه في السوشيال في الدراسه، مين هم اللي اخترعوا ورق البر اوتد بينز؟ هم كمان اخترعوا الاند انك انك. يبقى اندرلاين دي مهمه، يعني the Egyptians اللي هو ال ancient Egyptians القدماء المصريين اختاروا وقلنا الفضاء beads glass beads. هي الثانية دي على طول هو ده ال glass beads اللي هي كأنها الأحجار الكريمة اللي هي 3 ال tooth paste. tooth paste يعني معجون الأسنان. from water clock water. وده طبعا خلانا نتعلم how to tell time، نخبر الوقت او نقول الوقت accurately يعني بدقة. عندي كمان papyrus. papyrus اللي هو ورق البردي for right. حاجة كمان invented the Egyptians invented Egyptians invented ink ink يعني okay. كنا بنتكلم the Egyptians Egyptians المزرعات المصرية وبالأخص about the ancient Egyptians. ليه أنا بقول ancient؟ أول vowel حركة وهم فا إيه
I. الخمس حروف أي كلمة أجي أقول the ball, the book, the laptop. لكن بحرف من الحروف المتحركة لازم أقولها قولي في الفيلم the old man and the sea. بقولش the old man and sea. The old man بدأت بالأو. عندنا كمان الترم ده عندنا the iron man. The iron man كده قلتها the others, the underline and so on. Ancient Egyptian, القدماء المصريين. قلنا ان هم عملوا inventions يعني اختراعات كتيرة, وكان من اهمها حاجة اللايت هاوس اللي هو موجود في الكسندريا, واقول لك ان ده اول واحد في العالم. نمبر 2 عملوا الجلاس بيدز, قلنا اللي هي الاحجار الملونه الزجاجيه. نمبر 3 عمل الواتر كلوك, واتر كلوك الناس ساعه رمليه اباوت تايم اكريتلي. عند البابايروس هو ورق البردي, وقلنا ان invented or used papyrus for writing, بيستخدموا البابايروس اللي هو ورق البردي للكتابة. آخر حاجة اخترعوها pens and ink, pens اللي هي الأقلام and ink اللي هي الايه الحبر, أقلام الحبر. خدنا الاختراعات, هناخد دلوقتي بقى الجرامر بوكس. خلي بالك كل الكلمات اللي احنا قلناها دي كلمات جديدة, كنا بنتكلم عن the ancient Egyptians. يعني ايه كلمة the ancient؟ يعني قديم جدا, very old. لما أقول the ancient Egyptians يعني القدماء المصريين. عندي كمان كلمة جديدة اسمها inventions. Inventions يعني اختراعات. كنا دايما ناخد الverb invent. Invent يعني اخترع. Invent, invented هو ايه؟ regular verb يعني فعل عادي جدا منتظم. Invent الباست بتاعها يبقى invented. لكن عندي كمان دلوقتي النون بتاعتها اللي هو الاسم, كلمة اختراع invention والجمع بتاعها inventions. كنا بنتكلم عن اختراعات وقلنا كلمة lighthouse يعني الفنار, وده موجود in Alexandria. خدنا حاجات كتيرة جدا, خدنا كمان كلمة accurately. Accurately يعني بدقة. Accurately يعني بدقة. خدناها ليه فيها ly علشان الجرامر اللي احنا لسه هنقوله حالا about adjectives الصفات and adverbs. اوكي الجرامر بوكس adjectives and adverbs. Number one انا هتكلم عن adjectives وان هي describe nouns وهي بتيجي before the noun or after verb to be or after verb to be. أنا أقول examples دلوقتي. Pens and ink يعني الأقلام والحبر are useful things يعني أشياء مفيدة. خلي بالك كلمة useful يعني مفيد, وهي دي الصفة أنا وصفت بيها كلمة things, وده طبعا noun. يبقى أول حاجة إن هي جت before the noun. Before the noun. طب عايزين ناخد إيه الadverbs. الadverbs describe verbs. Describe verbs يعني هي بتصف الفعل. After the verb لازم تيجي after the verb. اوكي يبقى هنا عندي adjective وزود لها ly, add ly, ولو كانت بتنتهي بالy زي happy تبقى happily وتقلب الy الى i. هشوف برضو كده example وبعد كده هشرحها معاكم. Ancient Egyptians liked to dress beautifully. يبقى القدماء المصريين liked كانوا بيحبوا to dress. Dress يعني هنا wear بمعنى wear. هنا dress مش بمعنى فستان, هنا dress بمعنى wear يعني يرتدي. كانوا بيحبوا ان هم يلبسوا beautifully. Beautifully يعني بشكل جميل. اوكي انا هنا جبت كلمة dress. Dress يعني يرتدي يعني verb. جيب عديها الadverb اللي هو الadjective ومعاها الوان. طب انا عايز اشرح لكم الموضوع ده مهم جدا. اول حاجة عايز اقولها ان كلمة adjective يعني صفة. يعني ايه الصفات؟ يعني مثلا اقول tall, short, fat, thin, fast. كل الحاجات دي اسمها adjective صفات. dangerous خطير. كلمة beautiful اللي لسه جالنا كل دي صفات. طب انا لو عايز اتكلم عن nouns. Nouns يعني اسماء. مش لازم اسماء اشخاص. يعني مش لازم اقول نهى عشان اقول ان ده noun. لا لو اتكلمت عن laptop يعني ده noun. موبايل noun. paper noun. pen noun and so on. Dress, blouse, shirt, t-shirt, كل دي nouns. يعني اي حاجة غير الverbs غير الافعال تسمى ايه؟ تسمى اسماء. وطبعا about الايه الاشياء دي I describe nouns يعني انا بصف الاسماء by adjectives. بصفها بالايه؟ بالصفات. يعني انا اقول نوها is tall مثلا او نوها is fat. اوكي يبقى انا بتكلم انا بصف اسماء.
خدت بالك انا قلت ايه؟ نوها از تول. يبقى هنا الادجكتيف جت ورا فيرب تو بي. نوها از تول، طبعا انت عارف فيرب تو بي ام از ار واز وير. اوكي واز وير ده في الباست. اقول اي ام tired، انا متعبه. tired دي يعني متعب، دي الادجكتيف جت اي ام بعد الام. يبقى اذا انا عرفت دلوقتي ان الادجكتيفز كمز كم افتر يعني بعد فيرب تو بي. طب انا لو عايزه اجيبها بيفور ناونز ممكن اقول ايه؟ اقول مثلا purple shirt او purple blouse. اوكي اقول مثلا tall boy or short girl او heavy bag. خدت بالك انا قلت الصفه اللي هي الادجكتيف وجبت بعديها ناون. heavy bag، heavy يعني ثقيل، وانا عايزه اوصف ان الشنطه دي تقيله، فعشان كده اقول ايه؟ it's a heavy bag. heavy bag يعني شنطه ثقيله. انا كده وصفت الاسماء. طب لو انا عايزه اوصف الفعل، يعني ايه اوصف الفعل؟ يعني انا عايزه اقول ان my grandpa اللي هو جدي walks يعني يمشي، وده verb طبعا. my grandpa walks slowly يعني بيمشي ببطء. انا كده وصفت الفيرب اللي هو يمشي اللي هو walk، وصفته بانه slowly. عملت ايه؟ اولا كان في فيرب، جبت بعده على طول الادفيرب. طب الادفيرب ده بيتكون من ايه؟ ببساطه كده simply بيتكون من الادجكتيف بلس ly. يعني مثلا اقول زي ما انا لسه كنت بقول كده كلمه slow يعني بطيء، اقول slowly. طب عايز اقول I drive quickly يعني انا بقود السيارة. I drive my car quickly، انا بسوق بسرعة جدا. انا كده وصفت الverb drive يعني يقود او يسوق، وجبت بعديها adverb. adverb هو اللي ايه؟ describe verbs يعني بيصف الافعال. بتصف الافعال ازاي؟ اجيب الadjective واحط لها ly. طبعا مش كل الحالات كده، عندي حالة شاذة كنا واخدينها مهمة جدا، كلمة good. لو مثلا انا قلت ايه؟ محمد is a good boy، محمد ولد كويس. طب انا عايز اجيب good دي as adverb، انا عايز احطها as adverb، عايز اوصف بيها فعل. هقول محمد plays the guitar well. اللي انا عملته هنا ايه؟ good بتتحول تماما، مش بقى ما ينفعش اقول goodly، لا no، اقول well. يبقى good من الحالات الشاذه اللي عليك على فكره انت هتاخدها، وكنا واخدينها في primary 6، من الحالات الشاذه اللي انت هتاخدها، الحالات المختلفه مش بحط لها ly. good هتاخد well، يبقى good تبقى well. انا زي ما قلت كده محمد plays the guitar well، يعني هو بيعزف على الجيتار بشكل جيد. اوكي لكن بقيه الحاجات ممكن اقول احمد walks slowly or quickly. the baby is asleep so speak quietly. البيبي is asleep، الولد الصغير البيبي is asleep نايم. so speak يعني تحدث quietly يعني بهدوء. اوكي يبقى انا عرفت دلوقتي الناونز. اول حاجه هعرفها ثلاث حاجات عن الايه؟ عن الادجكتيف. نمبر 1 ان الادجكتيفز ديسكرايب ناونز، بتصف الايه؟ الاسماء. تاني حاجه ان هي كم بيفور، قبل بيفور ناونز لازم تيجي، زي ما قلت لك كده a heavy bag an interesting film، فيلم ممتع، يبقى انا جبته قبل الايه؟ الشيء اللي انا بوصفه، قبل الاسم. نمبر 3 ان هو comes after الادجكتيف دي comes after verb to be، زي ما قلت لك كده احمد is tall. كل اللي انا عملته ان لقيت verb to be حطيت بعديها الادجكتيف. برضو عايزه اخد شويه معلومات كده عن الادفيربس. نمبر 1 ان الادفيربس دي describe يعني يصف، describe verbs ان هي بتصف الافعال. نمبر 2 ان هي comes after verb، يبقى لازم اقول زي ما قلت لك كده my grandpa يعني جدي walks، انا جبت الفيرب اهو walks slowly. زي ما قلت نهى drives her car، بتسوق عربيتها quickly بسرعه. يبقى انا كل اللي انا عملته ان انا حطيت الادفيرب after verb. اوكي طب انا بكونه ازاي؟ how can I form adverb؟ بكونها ازاي؟ بجيب الادجكتيف واحط لها ly، وانا قلت ان في حالات شاذه ما ينفعش، ينفع معاها كده ان انا احط ly. نمبر 1 زي كلمه good بشكل جيد، لكن انا لو عايزه احطها as an adverb احطها well. كمان نمبر 2 كلمه fast يعني سريع. fast تنفع adjective صفة وتتحط fast، ما ينفعش اقول fastly، لا هي بتتحط fast برضو as adverb. خلي بالك من الحالات دي علشان ممكن تلخبطك. اوكي نشوف مع بعض ال language functions. use ومعها to وبعديها ال infinitive. ancient على فكرة اللي بعديها دي هتبقى use for. ancient Egyptians used papyrus to write. خدت بالك؟
لكن هيك جايه لي في القطعه used for، و used for يعني الجزء اللي تحت ده هيبقى used for، و used for بقى لازم اجيب بعديها الجيرند. يعني ايه الجيرند؟ يعني الفيرب بلس الاي ان جي. يبقى انا قلت كده ancient Egyptians used papyrus to write، used papyrus to write. يبقى اعرفها قاعده كده عندك، كلمه used بيجي بعديها يا اما preposition يا اما حرف جر احط تو، ولو حطيت تو في الحاله دي هحط الانفينيتيف. يعني ايه الانفينيتيف؟ يعني الفيرب زي ما هو، البيز فورم الحاله الاولى للفعل زي ما موجود عندي كده، used papyrus to write. طب وات اباوت الحاله الثانيه اللي هي نمبر 2؟ نمبر 2 هيبقى هنا يوز فور بقى، مش 2، يوز فور، وبعدين هحط الفيرب بلس الاي ان جي. زي ما قلت في القطعه، الانشنت ايجيبشنز القدماء المصريين يوزد بابايروس فور رايتنج، يوزد بابايروس فور رايتنج. خدت بعد فور الفيرب بلس الاي ان جي، وخدت بعد 2 الفيرب في الانفينيتيف. القاعده دي مهمه جدا لانها بتجي لك في التشوز، القاعده دي دايما بتيجي في التشوز وتلخبطك، لان انت بيبقى عندك يوز. طب انا عارفه ان هو اصلا هياخد يوز، بس يوز ايه؟ اولا يا اما يوزد او يوز يعني تو، يا اما فور، ممكن يحط لك اي حاجه ثانيه، ان اون اند سو اون فروم. لكن انا يعني الفعل في حالته العاديه زي كلمه رايت، احطها رايت زي ما هي، ما اقولش رايت ولا اقول روت ولا اقول رايتنج، لا، لقيت يوز تو. على فكره معظم الحالات اللي انت واخدينها تو لازم يجي بعديها الانفينيتيف، لكن مش كلها، لان في حالات شاذه انت هتاخدها معانا تو بيجي بعديها الفيرب بلس الاي ان جي، وبيجي بعديها حاجات مختلفه. لكن كل الحالات اللي انت لسه واخدها لغايه دلوقتي كلمه يوز ويجي بعديها تو بمعنى يستخدم، ويوز فور بمعنى يستخدم برضه، لكن يوز تو بيجي بعديها الانفينيتيف، الفعل في المصدر، الفعل بدون اي اضافات، without additions، يعني بدون اي اضافات، ما احطش الاس بتاعت البريزنت، ولا احط الاي دي مثلا بتاعت الباست، ولا احط الاي ان جي بتاعت الجيرند. نو، انا قلت كده ان الانشنت ايجيبشنز يعني القدماء المصريين يوزد بابايروس، قلنا بابايروس نطقها كده، بابايروس يعني ورق البردي، يوزد بابايروس تو رايت. طب وات اباوت فور؟ انا عايز استخدم نفس السنتنس دي، نفس الجمله دي، بس انا هحط يوز فور، هشيل 2 واحط 4. مجرد ما شلت 2 وحطيت 4 يبقى انا هحط للفيرب اي ان جي، الفيرب لازم احط له اي ان جي. فاقول نفس السنتنس برضو، اقول انشنت الانشنت ايجيبشنز يعني القدماء المصريين، the ancient Egyptians used papyrus for writing، used papyrus اللي هو ورقه البردي، used papyrus for writing. يبقى used to الانفينيتيف، used for الفيرب بلس الاي ان جي. اوكي، لسه برضو في language functions عندنا كلمة the first و second. first يعني الأول، و second يعني الثاني. بس خلي بالك من الجملة، هنجيب بعديها تو وبرضو أجيب بعديها الـ infinitive. the ancient Egyptians القدماء المصريين were the first to do many things، يعني كانوا الأوائل، the first يعني الأول، الترتيب اللي احنا كنا الـ orders اللي احنا خدناها قبل كده، the first to do، خدت بالك to جه بعديها do اللي هو الفيرب في الانفينيتيف، to do many things. اوكي، بعديها بي سي اي، قلنا ان بي سي اي بمعنى before Christ، before Christ era يعني قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح. اوكي، before Christ era، يبقى بي سي اي يعني before Christ يعني قبل الميلاد. اوكي، احنا لسه في اللانجوج فانكشنز، بس انا عايز اقول لك ان كلمه ذا فيرست وذا سكند اللي احنا لسه قايلينها حالا وشرحناها، لما يجي بعديها تو بتاخد معاها الانفينيتيف برضو. انا عارفه اصلا ان علشان اقول الاول، الثاني، الثالث، الحاجات دي لازم اقول ذا، ذا فيرست، ذا سكند، ذا ثيرد، ذا فورث، اند سو اون. كل الحاجات دي بتيجي معاها ذا عشان الاول، الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا. طب لكن النهارده كنا واخدينها بصيغه مختلفه شويه، ان لو جه بعديها تو لازم اجيب الفيرب في الانفينيتيف، زي ما قلت لك كده، the ancient Egyptians were the first people، كانوا اول ناس، اول ناس to use or to do many things. to جبت بعديها الفيرب برضه في الايه؟ في الانفينيتيف. خدت حاجه كمان اللي هي بي سي اي، يعني ايه بي سي اي؟ ده abbreviations، abbreviation يعني اختصار، اختصار لايه؟ لكلمه before Christ era، before Christ era يعني قبل ميلاد المسيح او قبل الميلاد. اوكي، هناخد برضو نكمل مع بعض اللانجوج فانكشنز. اوكي،
بيقول لي هنا بقى حاجة مهمة جدا، teach والأبجكت وتو والإنفينيتيف، teach وأبجكت وتو والإنفينيتيف. خد لبالك احنا خدنا كذا حاجة النهاردة فيها preposition to، فيها preposition to. The ancient Egyptians يعني القدماء المصريين taught us many things، taught us many things يعني علمونا أشياء كثيرة. طب خلي بالك teach الباست بتاعها taught، teach الباست بتاعها taught. طب هنا فين to؟ أنا عايز أكتب لك حاجة مهمة جدا، بص كده معايا. أنا عايز أقول إن عايز أقول هنا the أو the Egyptian taught us، لازم اجيب بعدها تو، لازم اجيب بعدها تو علشان اجيب بعدها الانفينيتيف، تو دو ماني ثينجز. خلي بالك ان هي موجوده عندنا من غير تو والانفينيتيف، وبيقول لي the Egyptians taught us many things، علمونا أشياء كثيرة. طب لو أنا عايز أحط to، لو حطيت to يبقى لازم أجيب بعديها الverb في الايه، الverb في الايه، في الانفينيتيف. لسه أنا قايلة لك إن معظم الحالات اللي أنت واخدها في to لازم أجيب بعديها الverb في الانفينيتيف. خدت حاجات كثيرة، يعني أنا مثلا خدت النهاردة كلمة the first and the second، ولو قلنا بقية الترتيب وقلنا لو جه بعديها to لازم يجي بعديها الانفينيتيف. زي إيه؟ زي ما قلنا the ancient Egyptians taught us to do كذا كذا كذا. طب قلت ايه كمان؟ قلت the ancient Egyptians were the first people، كانوا اول ناس او من اوائل الناس told us or teach us to، لازم يجي بعد او to do many things. to لازم اجيب بعديها الانفينيتيف، لازم اجيب بعديها الايه؟ الانفينيتيف. خدتها في حاله كمان، خدت لما اجيب يوز لازم يجي بعدها يا اما تو يا اما اجيب بعديها فور، وبتختلف جدا. كلمه يوز تو بمعنى يستخدم، ويوز فور بمعنى يستخدم، لكن يوز تو بيجي بعديها الانفينيتيف، يعني الفعل في الانفينيتيف ما فيهوش اي اضافات، لكن يوز تو اجيب بعديها الجيرند. يعني ايه الجيرند؟ يعني الفيرب بلس الاي ان جي. زي ما قلت قبل كده the ancient Egyptians، كل الاكزامبلز اللي احنا بنقولها ليها علاقه بالباسج اللي احنا اخدناه. The ancient Egyptians يعني القدماء المصريين used to، استخدموا used to papyrus، طالما قلت to write، استخدموها في الكتاب. طب لو عايز اشيل to واحط نفس الجملة بالظبط بس احط for، اقول The ancient Egyptians يعني القدماء المصريين used papyrus، استخدموا ورق البردي for writing، for writing. عايز اقول لك ان كلمة used طالما جه بعديها حرف جر بيغير معناها جدا. انا كنت واخدها قبل كده انا وانت المره اللي فاتت كنا واخدين مثلا كلمه manage to و succeed in. كلمه manage to يعني ينجح، و succeed in يعني ينجح، بس في فرق ان كلمه manage to برضو to لازم يجي بعديها الانفينيتيف. معظم الحالات اللي انت واخدها to بيجي بعديها الانفينيتيف، انت لسه ما خدتش الحالات الشاذة اللي to بيجي مثلا بعديها الجيرند. معظم الحالات اللي انت واخدها to بيجي بعديها الانفينيتيف. تاني حالة succeed in. succeed in بتاخد ايه؟ بتاخد الverb plus ing. succeed in بتاخد الverb plus ing. الاتنين the same meaning، نفس المعنى، لكن كل واحدة منهم بعديها بيجي مختلف. manage to بمعنى ينجح لكن بيجي بعدها الانفينيتيف. succeed in ينجح بس يجي بعديها الverb plus ing. كان من اهم الحاجات اللي احنا اخدناها النهاردة الadjectives والadverbs. adjectives يعني صفات، الadjectives describe nouns بتصف الأسماء. number two خلي بالك من الحاجات دي، comes after بتيجي بعد إيه؟ بتيجي إيه بعد إيه؟ بعد النouns، comes after noun. number three comes after، أولا comes after verb to be زي ما قلنا إنها is told، أو before noun. الadverb بقى describe verbs يعني بيصف الأفعال، وبتيجي before the verb. بقى أكونها إزاي؟ بزود لها الواي. للأسف حلقتنا خلصت، وقت الحلقة انتهى. أتمنى تكونوا استفدتوا من unit 1 lesson 1 and 2. إن شاء الله see you next Tuesday. thanks for your time. thank you and goodbye. wish you good luck.